السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة طيبين، رمضان كريم. ابتدينا بقى، صحينا الصبح، يومنا بقى الجميل في رمضان. بعمل بقى البلح، بس المرة دي بصراحة غيرت خالص في البلح، يعني حطيت تفاح وحطيت اللبن والبلح ومشمش، يا مشمش وايه واللبن بقى، وسبته لغاية ما يعني ايه على الأذان كده بقى، بنروح حاطين في الكوبايات، بس بيبقى في وقت طويل قوي في اللبن. والطبق بقى الخطير ده، كان طبق اليوم، كان جامد جامد جامد، كوسة باللحمة، السلام. واللي هناك ده بقى اللي اسمه الليمون ده كان خرب الدنيا، ودي نتيجة، كان حلو قوي قوي. بس طبعا ما لحقتش اصور، كانوا هم شربوا لبن وكده. بصوا، شوية رز بقى وشوية شوربة خضار، والله كان جامد، أقسم بالله. أنا يمكن في بيتي، ما يعني في البيت عندي ما بعملهاش كتير خالص الكوسة غير المحشية بس، والله بقى قلت لهم لا أكلها لكم بطريقة باللحمة وأشوف بقى هتاكلوها ولا لأ. الحمد لله رب، يعني شلت الطبق ما فيش تاني، وكنت أنا مش عاملة كتير، يعني أحب أعمل قليل بالذات في لو بطبخ عشان ما يقعدش لتاني يوم، لأن كده كده تاني يوم هنعمل أكل يعني. ودينا ايه بقى، بصوا يعني والله كانت جميله قوي قوي قوي، ويا ريت تجربوها، بعملها بطريقه حلوه. بصوا الجمال، السلام السلام، شويه الخيار المتنحكش ده، عم الهرم، بص الهرم عندنا احنا الاهرامات، بص 3 اهرامات، بس هو التالت مش عارفه راح فين، يعني هو بيبقى مختفي وراهم شويه، بس ده من عندي من فوق من البلكونه. ابتدينا بقى ايه بالليل بقى، عملنا ايه بقى بعد الفطار؟ عملنا كنافه عم ابو عوف، طبعا المكسرات والحاجات الحلوه كلها، طبعا جوز الهند وزبيب، جبت لبن بقى وكنافه، وايه وادي الحل اللي هنعمل فيها المهلبيه، القشطه الكدابه. طبعا الناس كلها تقول لك دي قشطه ومش قشطه، لا طبعا دي مهلبيه معموله باللبن. ادي النشا اهيت، وطبعا كل واحد بقى اكيد كل ست في بيتها بتعرفها هي بتحط قد ايه في قلب الحله، وبتحط قد ايه لبن، والمعيار هي بتبقى فاهمه، يعني مش هقول لك انا المعيار لانك انت كده كده ما شاء الله عليكي يعني فاهمه، انت بتشوفي هي محتاجه قد ايه وبتحطي. تمام كده بقى، كنت ايه، كنت جايبه كيس بصراحه، يعني افضل الكيس، وممكن ما اجيبش سايبه لو مش عندي كده. حطيت بقى الكوبايه الاولانيه، حط على حسب ما اشوف بعد كده بقى على النار هو بيتقل معايا قد ايه. تمام، وكنت حاطه اللي اسمها ايه يا ربي، بسم الله الرحمن الرحيم، الكنافه كانت في الفريزر عشان خاطر تبقى اجي افكها من بعضها تبقى متكسره. تمام، طبعا التصوير ده ابن اخويا اللي واقف بيصورني، استغليت الموقف قلت له لازم تصورني عشان انا اللي بصور على طول على فكره لوحدي. بس قلبته الاول كده، وبعد كده بقى حطيت شويه سكر صغيرين قوي قوي، لان كده كده انت بتحط شربات في قلب الكنافه كده على النار، ما شاء الله يعني تقلت الحمد لله. تمام كده خلاص يا ام ياسين، على فكره احنا عرفنا ان هي تقلت. اللي بعده يا ام ياسين، طيب ماشي. لا لازم اوريك، والله مش كده، لازم تشوفوا النتيجة. ماشي، شكرا يا ام ياسين. ادي بقى الكنافة، يلا يا ستي قطعي شعرها، بصي موتيها كده واعملي اللي كل نفسك فيه في شعرها. هفضل بقى طبعا كده شوية اكتر خالص، عشان طبعا هي صعبة اوي في تقطيع الشعر ده، بس والله استخدمت المقص على فكرة، نفع معايا. بس وفضلت بقى اقطع في شعرها كده، نسلتها خالص، هي بص بقيت عامله ازاي. بس الحته الصغيره دي انا كنت اول مره اشوف كنافه فيها حته صغننه كده، بس بصراحه هي ظبطت معايا يعني. بس خش على اللي بعده، السمنه البلدي، وحط عليها معلقه شربات. الشربات انا عملته مع كوبايتين سكر وكوبايتين ميه، على فكره ما عملتش انا اللي هي كوبايه يعني كوبايه سكر وعليها 2، لا هي كوبايتين سكر وكوبايتين ميه عشان يطلع معايا تقيل. حطيت عصره ليمونه، ولو عندك فانيليا حطي، مش عندك خلاص مش مشكله. رصيت بقى اول رقه اهي، بس هي طبعا في حتت صغنونه كده كالكوعه يعني، بس طبعا مش باينه اهي اللي هي دي،
انا عماله اسايس فيها مش راضيه. تفضلي بقى تبططي 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 تخليها مفيش خالص، اللي هي يعني تبقى بسوى الصينيه. حطي بقى كده ادي المهلبيه، طبعا عشان سبتها لازم تبرد فبتتقل شويه، لازم تبرد، ركزوا في الكلام، لازم تبرد، لو ما بردتش هيبقى كله سخن في سخن، مش هينفع، لازم تكون باردة شوية. بس بقى الحركة اللي جاية دي، انا ممكن ما اكونش ايه بحب المكسرات، لا ممكن اكون ما بحبش الا المهلبية او بحب المكسرات، فروحت عملت لهم نص من ده، عين جمل وزبيب وجوز الهند ولوز، ورحت ايه حاطه بقى عليه من فوق الطبقه التانية. طبعا كنت ايه عامله حرف كده من الصينيه عشان المهلبيه ما تطلعش بره. وبكده خلصت، وحطيت معلقتين اسمها ايه سمنه من فوق عشان تسيح كده وتبقى حلوه، ماشي. وكنت بقى مبططاها سنه سنه كده بالراحه مش جامد، وادي النتيجه والمصحف تحفه والله، كانت جميله وكانت مظبوطه وايه خطيرة. ونسيت اقولكوا وانا بقطع شعرها وحطيت السمنة حطيت شوية سكر بودرة. بص الجمال اللي انا والشفا، والله والله يا جماعة انا ما اللي يجي عندي هشيله على راسي وهقدم له كنافة في رمضان وقطايف. بس الشربات بقى بيتحط اهو، زودت بقى زودت شربات شوية كتار بقى، بس خليتها جميلة اوي، كانت زي العسل. بس كده كنا خلصنا بقى يومنا، وفاضل ان احنا هنقدم للشباب في البيت. صحيت من النوم لقيتهم انقضوا عليها، لان انا سبتها ودخلت نمت لقيتهم انقضوا عليها، فقلت اما اصور الحته الباقيه منهم. بس وانا وائل بصراحه اكلنا منها، بس كانت جميله قوي قوي والله، يا ريت تجربوها بالطريقه دي تعجبكم. الشكل النهائي، وادي في الصينيه اهي، انا بحبها من تحت تبقى غامق سنه بقى، فيها غمقان كده سنه، ايوه تبقى طعمها حلو قوي. اكلك منين يا كنافه، اكلك منين؟ ان شاء الله بقى نفسي اعمل اللي هي بالمانجا قريب، ان شاء الله اجيب المكونات ونعمل بالمانجا. يا ترى هتكتبولي كومنت حلو ولا هتعملوا ايه؟ ويا ترى هتحطولي لايك ولا لا؟ انا عايزه لايك لو سمحتوا، لايك ان انا عملت كنافه بالمهلبيه. طيب يعني بلاش من طبق الكوسه، كنافه بالمهلبيه، وانا موافقه على اللايك بتاعكم. اوكي شوف بقى كام لايك ان شاء الله بقى هتجينا على الفيديو الحلو دوت. بس سلام، كنافه حلوه قوي. لا انا والشفا يا رب، وياسين وزينب ايه داسوا زي ما هم عايزين، بصراحه عجبتهم قوي والله. يعني بص بص كنت خايفه تسيح بقى والحاجات دي، لا طلعت والله مظبوطه. يلا بالهنا والشفا يا رب على قلبكم، يا رب يكون عجبكم الفيديو. ما تنسوش بقى تحطوا لنا لايك واشتراك وتفعيل الجرس وحاجات كتيره كده بتقولوها. ماشي، محدش ينسالنا بقى اي حاجه من دي. هو انا هفضل معلقه على الكنافه في الاطباق؟ مش كفايه كده والله، تزهقوا مني. بس بصوا بقى اللقطه اللي جايه دي جميله، بس الجمال، الله الله على الجو الجامد ده في البلكونه، والله تحفه تحفه تحفه. يلا باي باي.